بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في مدرسة باب الطلاق في كتاب الفقه الميسر. وهذا هو الترتيب الطبيعي الذي درج عليه عامة الفقهاء، أنه يقدمون الطلاق على الخلع، فلم أقف على الحكمة من أن المؤلف بدأ بالخلع قبل الطلاق، يعني لديه معنى في ذلك، لكن الأصل أن ندرس الطلاق أولا ثم بعد ذلك الإلاء واللعان والخلع إلى آخره. فيما يتعلق بمعنى الطلاق، فالطلاق لغة هو التخلية. يقال طلقت الناقة إذا صرحت حيث شاءت، فالإطلاق هو الإرسال والترك. تقول أطلقت الأسير، يعني حللت قيده وأرسلته. أما الطلاق شرعا فهو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، فاستقرار الحياة الزوجية غاية إسلامية عليا، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة. يعني لابد ليصح عقد الزواج أن ينوى به التأبيد، فإذا نوى أن يتزوج لمدة معينة فهذا هو نكاح المتعة، يعني المنسوخ والذي لم يبقى مشروعا، فلابد في التزويج من نية التأبيد. يمكن يطرأ بعد ذلك شيء يلغي الرابطة الزوجية بالطلاق، دي قضية أخرى، لكن لابد عند العقد أن ينوي التأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعل من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكن من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. من أجل هذا كانت الصلة أو الرابطة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن العهد بين الزوج وزوجته، سماه عز وجل الميثاق الغليظ، فقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، طبعا سياق الآية الكريمة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فكما جاء في الحديث الآخر أيضا أن واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وجاء في الحديث أيضا إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فلابد الإنسان إذا تزوج امرأة على شروط معينة أو اتفاقات معينة، حتى ولو لم تكن مسجلة من الناحية القانونية، لكن هي في ذمته، يجب أن يوفي بها، خاصة فيما يتعلق بالمهر ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الله سمى هذه الرابطة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلابد من التوفية بشروط النكاح والتي على أساسها تم هذا النكاح، وجاء في الحديث المسلمون عند شروطهم، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كانت هذه العلاقة موثقة بهذا الوثاق الغليظ، فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها. فكل أمر من شأنه أن يوهن هذه الصلة بين الزوجين ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه يفوت المنافع ويضيع المصالح كلا الزوجين. وقد روي في الحديث
أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه ثابت، وأولى أن نستدل بالآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من أجل المحافظة على هذه الرابطة بين الزوجين شدد الشرع الشريف في حق كل من يحاول أن يخلخل هذه يعني العلاقة. فمثلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التخبيب، تخبيب المرأة على زوجها أو الزوج على زوجته، من كبائر الذنوب. وعد من يفسد العلاقة بين الزوجين خارجا عن الإسلام وليس له شرف الانتساب إليه، خارجا عن هدي الإسلام. يعني لا يقصد المعنى الحرفي أنه يكفر بذلك، لكنها من كبائر الذنوب كما في نظائرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يدخل بين المرأة وزوجها ويفسد بينهما، خاصة إذا كان ينوي هو أن إيه؟ أن يتسبب في طلاقها ليتزوجها هو. ومن روائع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أنه رفع إليه قضية امرأة دخل الرجل وأفسد بينه وبين زوجها ليستأثر هو بعد ذلك بعد طلاقها بالزواج منها، فقال: لا يمكن من الزواج منها معاملة له بنقيض قصده. يعني هو خبب وأفسد من أجل أن إيه؟ تطلق فتزوجه. فمن حكمة الشريعة أن يعامل مثل هذا بنقيض قصده ليسد هذا الباب، ولا يطمع شخص أو طامع في أن يفسد بين زوجين ليتزوج يعني زوجته أو ما شابه ذلك. بل إن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، وهذا مما نهى عنه الإسلام أشد النهي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. فبعض النسوة قد يعني تحرض أو تخطط أو تحاول أن تفسد كي تطلق المرأة ثم تتزوج هي بعد ذلك زوجها، هي لتستفرغ صحفتها، يعني لتحظى هي بزوجها. فيعني إيه؟ فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. نفس الشيء المرأة إذا تزوج الرجل يحصل بين الضرائر، إذا تزوج الرجل امرأة أخرى فبيحصل أن الزوجة الأولى في الغالب تبدأ تحاول الإفساد والضغط عليه بكل وسيلة، مع أنها هذه ليست مخطوبة، فهذا أيضا تخبيب وإفساد. لماذا؟ لأن هذه متزوجة لها نفس الحقوق، وفي شرع الله سبحانه وتعالى هي زوجة ولها نفس الحقوق على قدم المساواة. فبوسائل الضغط تحاول أن تحرض زوجها على يعني طلاقها، وبالتالي يقع هذا التخبيب وهذا الإفساد وهذا الظلم. فإنما لها ما قدر لها. وكما تكلمنا الأسبوع الماضي في قضية التعدد، يعني في الحقيقة هناك مغالطات تحصل في تناول هذه القضية، مغالطات شديدة جدا. من ضمنها من أجل تنفير الناس من هذا الحكم الشرعي المحكم، من ضمنها يعني وصف ذلك بأنه إساءة للمرأة أو إهانة للمرأة أن يعدد زوجه. هذه مغالطة شنيعة ولا يمكن أن يقبلها عاقل فضلا عن المسلم. لماذا؟ لأن من هو الذي يعدد؟ هل الرجال أم النساء؟ بصورة السؤال بصورة أصح أو أوضح، من الذي يتسبب في التعدد؟ يعني محبس التعدد في إيد الرجال أم في إيد النساء؟ النساء. لا النساء، لأن لو أن جميع النسوة يعتبرن أن التعدد إهانة ومنقصة لم تنعن من الزواج، ولا ما وجد الرجال امرأة تتزوج رجلا متزوجا. يبقى يعني الذي أريد أن أصل إليه، من المنتفع أصالة بالتعدد؟ النساء. فالذي ينتفع بالتعدد هو فئة من النساء ظروفهن يناسبها أن تكون نصف زوجة أو ثلث زوجة أو حتى ربع زوجة، هي ظروفها كذا، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى الزواج. يعني هذه أشياء فطرية لا تجرم، هذه نوازع فطرية الشريعة تتشوف إلى إشباع هذه النوازع من خلال ما أحل الله سبحانه وتعالى.
فإذا الذي يتسبب في التعدد هو النساء، لأنه جميع النساء هم بيتعاملوا دايما مع في قضايا المرأة على أن في حاجة اسمها القومية النسائية، أن المرأة في جانب وكل الرجال في جانب آخر. وتكلمنا عن هذا من قبل بالتفصيل في الكلام على تاريخ الحجاب والسفور. ففي كأن في عندهم حاجة اسمها القومية النسائية. كانوا في بداية الموضوع حركة تحرير المرأة وكذا الجرائد والإعلام يهللوا تهليل شديد جدا النسوة في جرائدهن ومقالتهن. ليه؟ وامرأة عملت زبالة في روسيا، امرأة اشتغلت كذا في أمريكا. فكأنه انتصار لجميع قوم المرأة، القوم عملوا قومية للمرأة بحيث أن هذه قومية تجمعهن حتى لو كانت في مواجهة أمتهن الأمة نفسها. فنجد معظم دعاة تحرير المرأة كنا ينحزن أو يرعاهن الإنجليز ويطالبنا بتحرير المرأة من خلال سلطة من؟ من خلال سلطة الإنجليز الذين كانوا يستعمرون البلاد. فالأمة مستعبدة وهن يطالبنا بالتحرير من مين؟ من الذي يستعبد الرجال والنساء جميعا. فالشاهد من الكلام أن في عملية محاولة إظهار أن الموضوع إيه؟ قومية نسائية، المرأة في جانب وكل الأمة في جانب آخر مضاد لها. في الحقيقة لا، لأن الرجل إذا حيضطهد حيضطهد من؟ يعني من المرأة التي يذلها أو يضطهدها أو يؤذيها؟ إما أنها أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته إلى آخره. فكيف يظن بأن الرجل يسيء إلى السوي طبعا يسيء إلى أمثال هؤلاء؟ فهذه من المغلطات. الكلام على قضية التعدد أنه إهانة المرأة، لا مش إهانة، لأن بدليل أنه ينتفع بالتعدد أساسا النساء. قد يقول قائل طيب ولماذا لا يعطى نفسه الحق؟ وطبعا قائل عديم العقل والغيرة يقول طب ما النساء كمان تأخذ حق تعدد الأزواج بالبداهة كده، معنى ذلك أن تختلط الأنساب. لكن في حال تعدد الزوجات لا تختلط الأنساب، يعني رجل واحد يتزوج مثلا عدة نسوة، هل يحصل اختلاط في الأنساب؟ لكن لو المرأة تزوجت أكثر من رجل فلن يعرف هذا ابن من وهذا ابن من، اللي تعود الجاهلية بقى من جديد، أحكام الجاهلية في هذا الشأن يعني. فإذا موضوع أن ربط التعدد بإهانة المرأة في الحقيقة وليس إهانة المرأة، بالعكس هي نسبة كبيرة جدا من النساء يرغبن في ذلك ويحرصن عليه، ولا ينبغي النظر إليهن لا بإزراء ولا باحتقار، بل إن الحل فعلا لمعظم المشاكل الاجتماعية الموجودة الآن هو يعني التعدد لأسباب كثيرة. يعني يوجد، مش عايز أخرج الحقيقة على أن الموضوعات دي يعني متشعبة فحنخرج كثير، وأنا حريص أن نخلص كتاب الطلاق، فأكتفي بهذا القدر. والذي دفعنا إليه هذا الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. فهذه صورة من صور التخبيب، أن الضرة تحرض الزوج على أن يطلق أختها، أو امرأة أجنبية تحرض الزوج على طلاق امرأته من أجل أن تتزوج هي زوجه بعد ذلك. ليس هذا فحسب، بل إن الزوجة نفسها إذا طلبت الطلاق من غير سبب ومن غير عذر معقول ومقبول فإنها أيضا تعاقب عقوبة شديدة جدا، وذلك في حديث ثوبان، وذلك ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يبقى إذا كان في سعي الطلاق يكون في سبب معقول، لكن إن المرأة تحرص على الطلاق من غير سبب ومن غير مسوغ فإنها تعاقب بأنها يكون يعني حراما عليها رائحة الجنة. يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أو من وكيله، يمكن أن يوكل شخص، فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المكره ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. إذن هنا يناقش من الذي يصح الطلاق، من الذي يملك الطلاق. القاعدة أن الطلاق من حق الرجل وحده، فقد جعل الإسلام الطلاق في يد الرجل وحده، لأنه أحرص بعض الناس أن بتحاول أن تجعل الطلاق في يد القاضي. صحيح في أنواع معينة من الطلاق لا بد فيها
من تطليق القاضي، سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. لكن الأصل إيه والقاعدة إيه في الأحوال العادية؟ أن الطلاق في يد الزوج، فهو أحر، لأن الرجل أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج لإنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر. أيضا المطلق يعطي المطلقة مؤخر المهر ومتعة الطلاق وينفق عليها في مدة العدة. أيضا الرجل بمقتضى تركيبته يعني وعقله ومزاجه بيكون أقدر على الصبر إذا رأى من المرأة ما يكره، فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتمالها. لكن المرأة بحكم كونها كتلة من العاطفة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه في الغالب. وإلا فإن أيضا بتوجد أحوال المرأة تدفع ثمنا أغلى من الرجل أحيانا، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق. يعني لو نتخيل أن الطلاق في يد النساء هيحصل إيه؟ طلاق للركب، لأن الحديث كما ذكرنا من قبل هناك اختلاف في عند الغضب بين الرجل والمرأة، إن لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها آخر، فهناك توازن. أما المرأة فيكفرن العشير تحسن إلى إحدهن الدهر، فإذا رأت منك شيئا تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط. فلو المرأة أعطي لها زمام الأسرة فعلا الطلاق هو للركب يعني. والدليل على هذا الأمر أن الطلاق في بلاد الغرب، إحنا العهد قريب يعني الستينات أو الخمسينات، كان مؤلفات الغربيين والمستشرقين كلها تطعن في الإسلام لأنه يبيح الطلاق. ثم دارت الأيام وثبت أيضا إعجاز التشريعي الإسلامي في قضية الطلاق، وأرغمت الكنيسة الكاثوليكية وأرغم الغربيون على أرغم حكومتهم على تعديل موقفهم من الطلاق. الكنيسة متمسكة موقفها، لكن يعني فصل الدين فعلا عن الحياة في هذه القضية، لأن الحياة لا تستقيم بهذه الصورة بالذات. الموقف الكاثوليك بالذات من الطلاق موقف عجيب جدا ومضاد للفطرة والعقل وكل شيء. فيعني كانوا يعيرون الإسلام أولا بتشريع الطلاق، فإذا بهم حينما أعطوا الحق الطلاق للرجل والمرأة على السواء كثر الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين. ولا شك أن من مكان من الضعف الشديدة في الحضارة الغربية هي انهيار العلاقات الاجتماعية، ونسبة الزواج مثلا في بلاد زي أمريكا حوالي 30%، أما مع ذلك فهي علاقات خارج دائرة يعني الزواج كما هو معلوم. فالطلاق يقع من الزوج لا من غير الزوج، لابد من الزوج هو الذي يملك ذلك لا غيره، لا القاضي ولا أي شخص آخر. فالزوج العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز له أن يطلق ويقع طلاقه. فإذا كان مجنونا أو صبيا أو مكرها فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه، لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها نتائجها وأثرها في حياة الزوجين، ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته. بماذا تكمل الأهلية؟ تكمل بالعقل والبلوغ والاختيار. ولذلك جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يعني يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. وروي أيضا مرفوعا كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله، هذا رواه الترمذي والبخاري موقوفا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء، هذا ليس بشيء، لا يعتد بهذا الطلاق لأنه أكره على ذلك. لكن هناك مسائل مشهورة في هذا الموضوع اللي هو من الذي يصح منه الطلاق أو من الذي يقع منه الطلاق، وهي قضية طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق الهازل، طلاق الغضبان، طلاق الغافل والساهي، طلاق المدهوش. أما المكره
فالمكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف. فإذا انتفت الإرادة والاختيار انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته لأنه مسلوب الإرادة، فهو لا ينفذ إرادة نفسه وإنما ينفذ إرادة المكره. فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلما ولا يعتد بإسلامه لأنه لا إكراه في الدين. ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما طلاق السكران فذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته، هو الذي أفسد عقله بشرب المسكر وبالتالي مسؤول عما يصدر ويترتب على فعله. وقال قوم: لا يقع طلاق السكران وإنه لغو لا عبرة به، لأنه هو والمجنون سواء، إذ إن كل منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به لأنه لا يعلم ما يقول. وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف في عثمان في ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته، يعني السكران يعاقب بالحد المعروف، لكن ليس من ضمن عقوبته أن نجاوز هذه العقوبة الشرعية برأينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له، فيجمع له بين غرمين، فما نخترعش إحنا عقوبة مزيدة على حد السكر أو شرب الخمر بأن نقول إن طلاقه يقع عقوبة له لأنه الذي تسبب في الطلاق بإزالة عقله، والله تعالى أعلم. أما طلاق الغضبان فالغضبان هو الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه. الطلاق الغضبان اللي هو يعني في درجات للغضب كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالغضبان المقصود هنا اللي يتكلم ولا يتصور ما يقول، يشبه تماما السكران، يغلق عليه عقله تمام. فالغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق فسر بالغضب وفسر بالإكراه وفسر بالجنون. والحقيقة المفروض يزودوا، يعني كنا نتكلم برضو على الطلاق الموسوس، لأن دي مشكلة كبيرة جدا برضو من ضمن المشاكل المفروض تضاف يعني لهذا الباب الذي نتكلم فيه الآن، لأن الوسوسة أحيانا بتبقى نوع من الجنون، يعني فيها صورة من صور الجنون. ولذلك بعض السلف لما قالوا له، يعني واحد بيسأله بيقول له: أنا بنزل البحر وأغطس فيه وأبتل تمام بالله ثم أخرج وأشك أني نزلت البحر، فينفع أصلي؟ فقال له: لا صلاة عليك. قال: لماذا؟ قال: لأنك مجنون. إن واحد يدخل ويبتل ويرجع يطلع من البحر يقول: أنا لم أبتل. تضحكوا ليه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال شيخ الإسلام: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل ما لا قصد له،
ولا معرفة له بما قال، والغضب على ثلاثة أقسام كما سنبين. طبعا الغضب اللي هو عذر بحيث الإنسان فعلا لا يقع طلاقه، الدرجة العليا من الغضب وهي الغضب الذي يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، اللي هو غضب يزيل العقل تماما. يعني في الأمراض النفسية يعني باب كده اسمه اضطرابات التحكم في النزعة، اضطرابات التحكم في النزعة بتجيله نزعة معينة. من أشهر أنواع اللي هو ممكن يكون له علاقة بالموضوع ده اضطراب اسمه الاضطراب الانفجاري المتقطع، انفجار تبقى حاجة أتفه ما يكون، ويدخل في نوبة، بتبقى نوبة زي أي نوبة كده، خلاص دخل لازم يكمل، فيفقد عقله تماما ويفقد التحكم في أعصابه، ممكن يكسر ويضرب ويكلم كلام تخريف من شدة الغضب. فدي نوع من أنواع الاضطرابات اللي هي تدينا صورة عن الغضب الذي هو عذر في موضوع الطلاق أو الذي لا يقع طلاقه. يعني غضبان لا يدري ما يقول، ممكن في شدة غضب يمسك ابنه مثلا من الدور الرابع ورميه من الشباك مثلا، وبعد كده يقول أنا عملت كده. فإذا يعني فدي الدرجة المتفق على أنه لا يقع طلاقه، درجة لأن إحنا بنفسد العوام، نفسد العوام تقول أنت مش كده، يقول لا الإخوة بيبدأوا يلقنوا العوام كلام فيسيئون استعماله بعد ذلك، مش بيضبطوا الكلام فقهيا بطريقة محكمة. فالناس حافظ يقول أنا كنت طلاق بس أنا كنت غضبان، وما يحصلش استفصال بقى إيه نوع الغضب ده، لازم الإنسان يكون أمين. لأن ممكن أحيانا السائل يعطيك السؤال بصيغة بيوجهك تجاوبه تقول له إيه، فلا بد الإنسان يكون حذرا ويقظا لكلامه ويحمله هو المسؤولية، لأنك لو بتخدع بتخدع ربنا، فلا بد أن تكون صريحا وتحكي الواقع كما يعني هي. أو مثلا لما الإخوة يعني يجي العوام يسألوا أسئلة يقول لك إيه أنا طلقت يا شيخ ومش ناوي طلاق، كنتش ناوي طلاق، تقول له قلت إيه، فيقول قال لها هي طالق مثلا وأنت طالق، فيقول بس كانت نيتي التهديد. طبعا هنا بسبب أن الإخوة أيضا بيكتروا الكلام في موضوع النية من غير ما يفصلوا ويعني يفهموا الناس الفرق بين الكناية وبين اللفظ الصريح. اللفظ الصريح لا يسأل فيه عن النية، ما ينفعش يقول أنت طالق أو طلقتها أو كذا وبعدين يقول نيتي كانت التهديد، ما ينفعش. النية فقط نسأل عنها في حالة طلاق الإيه؟ الكناية، طلاق الكناية، وبرضه نحمله المسؤولية حسب ما نوى كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فيعني الغضب الطلاق الغضبان الذي لا يقع هو باتفاق الغضب، درجة الغضب التي تزيل العقل كأنه بالضبط يعني سكران أو مجنون لا يستطيع التحكم إطلاقا في عقله، فما يزيل العقل ولا يشعر به صاحبه أو لا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، أن ده زائل العقل. النوع الثاني ما يكون في مبادئه درجة من الغضب لكن في بداية الغضب، وده اللي بيقع من معظم الناس، يعني تقريبا ما كد أحد يطلق إلا هو غضبان في الغالب، لكن يعني غضب قابل للتحكم فيه، لسه فيه مبادئ الغضب بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. يبقى غضب في مبادئ درجاته ولا يغلق عقله وقلبه، يبقى عارف بيقول ايه ومدرك من حوله ويعني بصيرته موجودة وليست يعني غائبة. إذن هذا النوع الثاني ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. النوع الثالث أن يستحكم ويشتد به، يبقى غضب أشد بقى من الدرجة الأنفة ذكر، فيشتد الغضب ويستحكم لكنه لا يزيل عقله بالكلية، لكنه يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زاد. يبقى ده هو الطلاق المحل نظر، يبقى مش درجة العادية اللي هي مبادئ الغضب لكن هي حاجة أشد، غضب مستحكم لكنه لا هو الدرجة الأولى من الغضب ولا هو الثانية، لا هو الأولى في شدتها بحيث عقله يكون مغلق تماما، ولا هو الثانية اللي هي فيها أنه هو في مبادئ الغضب ومدرك ما يقول، لا دي بتبقى بين الاثنين، درجة الغضب مستحكم وأشد من الدرجة الثانية لكنه لا يصل إلى إزالة عقله
لكن اللي بيحصل أنه يحول بينه وبين نيته، يتهور في الكلام ويتكلم بالطلاق ثم يندم بعد ذلك على أنه تكلم به، لأنه مدرك يعني إيه ما يقول. فهذا محل نظر، وده محل اجتهاد يعني من العلماء والفقهاء. رابعا طلاق الهازل والمخطئ. والهازل هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة، بل على وجه اللعب، ونقيضه الجد، مأخوذ من الجد. فجمهور الفقهاء يرون أن الطلاق الهازل يقع كما أن نكحه يصح. ساعات بعض الإخوة يكون عنده بنت ويجي واحد يعني بيحصل نوع من المزاح أن دي يزوجها لفلان، فالولي بتاع البنت ممكن لو نطق بأنه مزوجها يقع هذا الزواج، يبقى زواج. فلابد أن الموضوع الزواج والطلاق ما يدخلش فيه المزاح أبدا بأي حال من الأحوال. فجمهور الفقهاء يرون أن طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح، لما ثبت عن النبي أو لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الحديث في حد ذاته ضعيف السند، في إسناده عبد الله ابن حبيب مختلف فيه، لكنه تقوى بأحاديث أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل، وهو قول في مذهب أحمد ومالك، إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضى، فإذا انتفت النية والقصد اعتبر اليمين لغوا، لقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق، وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه أو تركه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له ولا نية. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما الطلاق عن وطر. عن وطر يعني لا ينبغي أن يطلق الإنسان إلا عند الحاجة كالنشوز مثلا، أو عن غرض من المطلق في وقوعه. عن وطر يعني له غرض في وقوع الطلاق وله نية وقصد، وليس هذا حال الهازل. إذن الجمهور يرى أن طلاق الهازل يقع بخلاف من ذكرنا من العلماء. أما طلاق المخطئ، وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه، سبق لسان يعني لسانه سبق دون أن يقصد، فهذا مخطئ. فقهاء الأحناف قالوا إنه يعامل به قضاء، قضاء يعني إذا رفع القاضي يحكم بالطلاق. أما ديانة بينه وبين الله فلا يقع طلاقه، وزوجته حلال له. أما طلاق الغافل والساهي فهذا مثل المخطئ والهازل، اللي هو الغافل والساهي. الفرق بين المخطئ والهازل أن طلاق الهازل اللي بيمزح يقع قضاء وديانة، طبعا عند الجمهور يقع قضاء وديانة. أما طلاق المخطئ فإنه يقع قضاء فقط، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب. أيضا طلاق المدهوش، وهو الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره، هذا لا يقع طلاق. المدهوش هو حصل صدمة معينة بحيث أدهشت عقله فأذهبت عقله يعني وهو تحت تأثير هذه يعني الصدمة، فهذا لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه، ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته. بعض الفقهاء تكلموا في يعني في طلاق الموسوس، وذكروا أن طلاق الموسوس لا يقع، طلاق الموسوس لا يقع. والحقيقة أن موضوع الوسواس يحتاج لإلمام بثقافة طبية عصرية في قضية الوسواس، لأن نظرة الطب الحديث للوسواس مختلفة تماما عن نظرة التراث الموروث اللي احنا يعني ورثناه، لأن هذه القضية الإلمام بها يعني ايه خاضع للخبرة البشرية التراكمية، لا علاقة لها بالوحي. يعني هذه لأن الوسواس اللي احنا بنتكلم هي مشكلة كلها جاية من في مرض معين كتلة كبيرة كده كارثة، يعني مرض يعني صعب مش سهل، أطلق عليه
نفس الاسم الذي يطلق على الوسوسة التي جاءت في القرآن وفي السنة وأمرنا بالاستعاذة منها. فالتشابه في الأسماء هنا هو اللي جاب المشكلة، إن الإنسان عنده مشكلة الوسواس مش العادية. العادية دي ما فيش حد بيوسوسش، الوسواس العادية دي اللي أنت بتتعوذ من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم فيذهب هذا الوسواس، أو بصورة أخرى الفرامل بتاعة الأفكار قوية لما تدوس عليها وتستعين بالله وبالذكر بتقف. التاني فرامل سايبة، المرض التاني بقى بيحاول يوقف الأفكار ما يقدرش، ما يقدرش أبدا، عشان كده بيسموه الوسواس القهري. فقضية الوسواس تحتاج يعني إيه الإنسان قبل ما يتكلم فيها يكون عنده وعي شوية، لأن بعض الناس بتخلط بين الأمرين، ودي سبب المشكلة إن ثقافة المجتمع يبقى الإنسان عنده مشكلة وسواس ومخبي ما يقدرش يجهر بيها، ما يقدرش بيقعد 10 سنين ساعات يخبي الموضوع والحلقة تتفاقم، وعنده فرصة إنه يتعالج ويتحسن كما حصل مع ملايين البشر أنهم تحسنوا بالدواء والعلاج بإذن الله. فإذا المشكلة الحقيقية إن الوسواسة اللي جاية في القرآن والسنة مش هي المصيبة الكبيرة الكتلة أو الكينونة الثقيلة دي بتاعت الإيه؟ مرض أظن بيسمى الحواز أو يعني الأفعال القهرية أو ما شابه ذلك، الأفكار والأفعال القهرية. لكن هو اشتباه في الأسماء بيخلي الناس تتعامل دي على إنه ده، فيعني يعني ما فيش تصور للشيء، فبالتالي يخطئون في الحكم عليه. الوسواس اللي هي كمشكلة يجب أن يعامل معها تعامل طبي ويتعاطى أدوية لازم بجانب العلاج بالرقية، ما في حرج إطلاق، فيش أي مانع في الوقاية والعلاج بالرقية الشرعية من كل الأمراض. لكن لازم نفصل إن في تشابه في الأسماء خلى الناس بتتصور إن ما بتعذرش طبعا الوسواس يتعامل معها، زي ما شفنا في كتب التراث. في كتب التراث لما بيتكلموا عن الوسواس في عملية إدانة شديدة جدا للوسواس بدون محاولة إدراك مشكلته إن هو إلى حد كبير معذور، ودي حاجة مش بإيديه، كيمياء في المخ بتتلخبط فبالتالي بيتعاطى أدوية بتضبط الكيمياء. إيه المشكلة؟ عايزين أحسن من كده، فتلاقي يهرب من الأدوية ويقول إيه دي الأدوية بتاعتهم بتلخبط المخ، وهو تسمع كلام الدكاترة دول إلى آخر هذا الكلام، فبيحرم نفسه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الأدوية دي نعمة. يعني الأدوية التي اكتشفت لضبط هذه الأشياء هذه من نعم الله على البشرية. يقول لك طب والآثار الجانبية؟ يعني ما فيش شيء ملوش آثار جانبية، أنت عندك كفتين يعني، ففي مشكلة كبيرة عاملة خلل في كل حياتك وعلاقاتك الاجتماعية ووظيفتك وكل حياتك مسيطرة عليها تماما شلاك، وفي بقى شوية إمساك شوية زغللة في العين شوية جفاف في الحلق إمساك الآثار الجانبية، في آثار جانبية. هي المية اللي احنا بنشربها دي ما فيهاش آثار جانبية؟ ده انت لو حطيت فلتر هتشوف ايه؟ بلاوي. يعني لو عملت فلتر في المية مع الوقت هتشوف حاجات لا تسر. فهل بنمتنع عن شرب الماء؟ فكل حاجة لها اثار جانبية، احنا بنوزن بين كفتين، انت عندك مشكلتين، مشكلة الاثار الجانبية ومشكلة الايه؟ المصيبة الكبيرة دي اللي شلاك وتعذبك. فلو دي اتحسنت في سبيل انك تتصبر شوية الاثار الجانبية لفترة مؤقتة وبعد كده بتتلاشى. فطبعا عايزين بقى يعني ايه نبطل يعني مش كل ثقافة العصر ترفض عشان هي عصرية او تقبل لانها عصرية، يعني نفرز الامور والشرع اعطانا القواعد العامة التي نتعامل بها مع هذه الاشياء. فاللي عنده مشكلة وسواس يروح فورا لطبيب نفسي، يروح ولا يعني يكتمها ويحرم نفسه من التحسن اللي ممكن يحصل له باذن الله تعالى اذا اخذ يعني بالاسباب. اذا كنا تكلمنا انفا عمن يعني، ولو حد عنده وسواس وهيتزوج يكون صريح، لو واحد عنده وسواس وهيتزوج يكون صريح من البداية، وأنا عندي مشكلة وسواس ورحت للدكتور ومتضبط والأمور ماشية إلى حد ما كويسة أو ما تحسنتش أو تحسنت بنسبة كذا، يعني يكون واضحا ويدي المعلومات بدقة، لأن أحيانا الوسواس دي بتكون مصدر عذاب شديد جدا للزوجة، ويتردد بقى طلق ولا ما طلقش ويبقى عذاب ومعاناة يعني لا تطاق. فده عيب في الإنسان يقوله وما يخبهوش. وعيب لن يخفى، لازم هيظهر ولازم هينعكس على يعني الحياة.
فإذا كان كلامنا آنفا عمن يصح طلاقه أو من بيده الطلاق، فمن المناسب أيضا أن نقول من هي المرأة التي لا يقع عليها الطلاق. فالطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا للطلاق، فإن لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق. مثلا المعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل أو لخيار البلوغ أو لظهور فساد العقد بسبب أو بسبب فقد يعني شرط من شروط صحته، هذه لا يقع عليها الطلاق، لأن الطلاق أصلا هو إيه؟ نقض من أصل الزواج، أصلا إيه؟ نقض من أصله، إن حصل فسخ فالعقد نقض خلاص بطل، فما يقعش عليها طلاق لأنه فسخ. فلو حصل فسخ وجد الزوج وهو في يعني وهي في هذه الحالة وقال لها أنت طالق، فهذا لغو لا يترتب عليه أي أثر، لأن الطلاق ده سبق إيه؟ فسخ، يعني انتهى العقد ملوش أي أثر. أيضا المرأة المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، هل يقع عليها الطلاق؟ هو يقع بمعنى أنها تنفصل منه في الحال، لكن هل بقى لها العدة ولها كذا وكذا؟ لا، المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة أيضا لا يقع الطلاق عليها، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، بمجرد العاقد ما بيطلق خلاص بيحصل طلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك، بعد ما إيه؟ بعد ما ينطق، لأن ملاش عدة. الشيخ بيدينا مثال لضبط موضوع الغضب، يعني بيقول كل الناس بتقول أنا طلقت كنت غضبان ويهون أن هذا عذر، فبيقول يقال له يعني لو معاك مثلا 1000 جنيه كده كل ورقة 200 جنيه هتقطعها، ممكن تقطعهم أو تحرقهم أو شيء من هذا، فطبعا بإيه عند لما يأتي دور المال بيدي بقى الحكم بدقة شوية. نعود لموضوع من التي يقع عليها الطلاق. لو قال الرجل لزوجته العاقد يعني زوجتي غير المدخول بها حقيقة ولا حكمة، لو قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الطلقة الأولى تقع بها إيه؟ طلقة بائنة، لأن تبين منه تصبح في الحال أجنبية مفيش عدة بقى لأنه لم يدخل به. طيب والثانية والثالثة، لأن طبعا الزوجية قائمة فبأول طلقة تبين منه تصبح أجنبية، أما الثانية والثالثة فهما لغو لا يقع بهما شيء لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته حيث لا عدة لغير المدخول بها. كذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة، فلو قال لامرأة لما يسبق له الزواج بها أنت طالق يكون كلامه لغوا لا أثر له. كذلك الحكم في من طلقت وانتهت عدتها لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه، ومثل ذلك المعتدة من طلاق 3 لأنها بعد الطلاق 3 تكون قد بانت منه بينونة كبرى فلا يكون لطلاقه معنى. أيضا مما يناسب ذكر هنا قضية الطلاق قبل الزواج، لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، يعني يقول مثلا إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا أيضا لا اعتداد به. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. الأصل في الزواج هو هنا يناقش بعد ذلك مشروعية الطلاق، يقول الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وآدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح، فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما.
والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها، وهذا متفق عليه، وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته. أما حكمة مشروعيته، شرع الطلاق لأن فيه حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه وبخاصة عند عدم الوفاق، وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية، وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي. يقول بعض الأطباء القدامى في هذه المسألة، يقول قدامى أطباء العرب ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، لابد يترك متنفس إذا احتاج الفرقة تحصل فرق، لكن الكلام بقى بتاع النصارى اللي هو من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإذا طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني، ويزعمون أيضا من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني إلى آخر هذا الكلام، كلام حتى لو كان صحيحا فهو ليس من إم شريعتنا، وجاءت شريعة محمدية تنسخ كل هذه الشرائع، وكيف يضبطون الأحكام وهم لم يضبطوا العقيدة أساسا. الناس ما حافظوا على عقيدة التوحيد، ما قدروش يعني حافظوا على جوهر رسالة المسيح عليه السلام أو موسى عليه السلام في التوحيد، أهم شيء في الدين، فحيضبطوا الأحكام. يقول ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل، منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو أي الخلاف وتنغصت المعايش، لم يحصل توافق في الطباع، في نفور شديد. ومنها أن من الناس من يمنى أن يصاب بزوج غير كفء ولا حسن المذاهب في العشرة أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، لكنه يجب أن يكون مشددا فيه، يكون فيه متنفس عند الاحتياج أو عند استحالة العشرة إلى الانفصال أو الطلاق، لكن ينبغي أن يكون متشددا فيه كي لا يتساهل الناس فيه. المسألة الثانية، يكون حكم الطلاق وبيد من يكون. الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا عند الضرورة والحاجة إليه، كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويكره من غير حاجة إليه، لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها من إعفاف نفسه وطلب النفس وغير ذلك. ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، وقد يكون واجبا على الشخص كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها، لئلا يكون ديوثا ولئلا تلحق به ولدا من غيره، وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها. إذن اختلفت آراء العلماء أو الفقهاء في حكم الطلاق، ويعني ذهب فريق من العلماء إلى حظره إلا لحاجة، الأحناف والحنابلة استدلوا بحديث ضعيف لعن الله كل ذواق مطلاق، أيضا استدلوا بأن في الطلاق كفرا لنعمة الله، لأن الزواج نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وكفران النعمة حرار، فلا يحل إلا لضرورة. من هذه الضرورة التي تبيح الطلاق أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، بس طبعا ما يكونش عنده التربرانويد اللي هو الاضطهاد، يعني ضلالة الاضطهاد
أو الضرر في الخيانة الزوجية، لأن ده مرض، مرض عقلي، فينبغي أن يلتفت لهذا. أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا. فصل الحنابلة في قضية حكم الطلاق تفصيلا حسنا، فعندهم قد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه. فأما الطلاق الواجب فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأي أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. كذلك طلاق المولي بعد التربص مدة 4 أشهر، لقول الله تعالى: للذين يبلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما مثل إتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد سماه أو يعني كما روي في الحديث: أبغض الحلال إلى الله، يعني الطلاق، أو ما أحل الله شيء أبغض إليه من الطلاق، فإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه. وسماه مع ذلك حلالا لأنه مزيل للنكاح، والنكاح يشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. أما الطلاق المباح فإنما يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. وأما المندوب إليه فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه. قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن قدامة: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. طبعا من بالضد تتبين الأشياء، لن نفصل في الكلام في شريعة الطلاق عند اليهود وعند يعني النصارى، لكن لن نقتصر فقط على ذكر الطلاق في الجاهلية، وقد جاء وصف ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، ينتقم منها فيقول: لا لا لا، يعني لا آويك كزوجة ولا أطلقك. قالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وهذا رواه الترمذي. أما ألفاظ الطلاق فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. أما الألفاظ الصريحة فهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره، يعني أصل وضعها اللغوي للدلالة على الطلاق الشرعي، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل مض مثل طلقتك، أو اسم فاعل مثل أنت طالق، أو اسم مفعول مثل أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق
دون الفعل المضارع أو الأمر. الألفاظ الصريحة لا يدخل ضمنها الفعل المضارع ولا الأمر، مثل تطلقين أو أطلقي. ثانيا، الألفاظ الكنائية هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، مثل قوله لزوجتي أنت خلية أو برية، بريئة يعني أو برية، أو بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك ونحوها. والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، ألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بنيته، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله. نفصل في هذا قليلا. فنقول إن الطلاق يقع بكل ما يدل على موضوعه، وهو إنهاء العلاقة الزوجية، سواء كان ذلك باللفظ أو بالكتابة، أو الكتابة للزوج يعني، أو الإشارة من الأخرس مثلا، أو بإرسال رسول. أما الطلاق باللفظ فقد يكون صريحا وقد يكون كناية. فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة، الطلاق والفراق والسراح، فسرحهن. فهذه الألفاظ موجودة في القرآن الكريم ومذكورة للدلالة على الطلاق. وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث، لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة ومن شروطها اللفظ، فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها. أما الكناية فهي ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل أنت بائن، أنت بائن، فهذا يحتمل البينونة، البينونة ممكن معناها البعد أو المفارقة، مش شرط يكون طلاق، محتمل البينونة بالبعد أو المفارقة، فممكن كمان البينونة أن تبين عن الشر، تبعد عن الشر يعني، أو تتجنبه، فيحتمل بينونة عن الزواج كما يحتمل بينونة عن الشر، مثل مثلا أيضا من ألفاظ الكناية: أمرك بيدك، فإنها تحتمل تمليكها عصمتها كما تحتمل تمليكها حرية التصرف، ومثل أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها وتحتمل حرمة إيذائها، يعني حرام أن أوذيك. والصريح يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه. ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول زوجتي طالق أو أنت طالق. أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق باللفظ الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، يعني واحد استعمل لفظا صريحا: طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة، فإن قال لم أرد الطلاق، هو قال أنت طالق، لكن هو بيقول قدام القاضي أنا لم أرد الطلاق ولم أقصده، أنا أردت معنى آخر، فإنه لا يصدق قضاء، القاضي يحكم بالطلاق ولا يلتفت إلى نيته. اللفظ الصريح لا يعني يبحث فيه أو لا يفتش فيه عن النية. لكن لو قال الناطق بالكناية: الحقي بأهلك إلى آخره، حبلك على غاربك، فلو قال الناطق بالكناية: لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر، الحقي بأهلك، اللي هي اللي بيسموها الإجازة الزوجية، ينصح بها، ينصح بها إن في إجازة اختيارية كل فترة يبعدوا شوية عن بعض من غير مشاكل، يعني مش بغضب أو زعل أو كذا، لكن إيه تحصل أجازة عشان كلها فوائد يعني في ال نعم. واحد يقول لزوجته عايز أتنفس
فتفهم فبتغيب مثلا ثلاثة أيام أو شهر عند أهلها يتجدد يعني الإيه ال نعم. فلو قال الناطق بالكناية لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر يصدق قضاء ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذي يعين المراد هو النية والقصد، وهذا مذهب مالك والشافعي لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها عذت بعظيم الحقي بأهلك، فهذا كان طلاقا بعبارة كنائية الحقي بأهلك، فهنا حسب النية. وفي الصحيحين وغيرهما في حديث التخلف كعب بن مالك رضي الله عنه لما قيل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها، فقال لامرأته الحقي بأهلك، نفس العبارة التي استعملها النبي عليه السلام. ففي الحديث الرسول عليه السلام في حديث ابنة الجون نفس العبارة الحقي بأهلك، كانت إيه طلاقا، أما هنا فكانت مجرد إيه اعتزال. فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع عدمه. طيب إذا حرم الرجل امرأته فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح. ففي الحالة الأولى اللي هي يريد تحريم العين، ففي الحالة الأولى يعني هو مش عايز طلاق لك هو هي حرام يعني أنه عليه أو كذا، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فجعل الحرام حلالا، إلى قولها إيه وجعل في اليمين كفارة، وجعل في اليمين كفارة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، يبقى هنا بيحرم عينها لما تحرم ما أحل الله لك، فإذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج النسائي عنه أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وفي الحالة الثانية اللي هي أما يقول أنت حرام فهو يطلق بلفظ التحريم، هنا يريد الطلاق لكن استعمل لفظة التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، ما يقصدش أن هي تحرم عليه عينها لكن يقصد فرقها يقصد التسريح، ففي هذه الحالة يقع يعني الطلاق لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات، فإن قصد منه الطلاق يقع طلاق، وإن قصد تحريم العين ففي هذه الحالة هي كفارة إيه يمين، لأن الآية حتى المذكورة مصرحة بأن التحريم يمين، لأنه مباشرة بعد ما قال لما تحرم ما أحل الله لك قال إيه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الكتابة يقع بها الطلاق وكذلك إشارة الأخرس إذا كان لا يقدر على التعبير إلا بذلك أو أيضا بإرسال رسول يبلغها بالطلاق. هناك أيضا ما يتعلق بصيغ الطلاق، هناك التنجيز والتعليق، فصيغة الطلاق إما أن تكون منجزة وإما أن تكون معلقة وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل. فالمنجزة هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، فدي صيغة إيه؟ منجزة. ليه منجزة؟ لأنها لا هي معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن في المستقبل. حكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له، أما المعلق
فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق. ويشترط في صحة التعليق ووقوع الطلاق به 3 شروط. أولا أن يكون على أمر معدوم، إن فعلت كذا، شيء مش موجود حاليا، يعني يكون أمر معدوم لكن يمكن أن يوجد بعده. فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة، مثلا لو قال إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلا، يبقى ده أي نوع من أنواع الطلاق؟ تنجيز أم تعليق؟ هذا تنجيز، يقول إذا طلع النهار فأنت طالق، وفعلا النهار كان طلع، فهذا ليس هذا طلاقا معلقا على شرط، وإنما هذا طلاق إيه؟ ناجز. طيب إن كان تعليقا على أمر مستحيل، أنت طالق إن دخل الجمل في سم الخياط، هذا لغو، لغو لأن الشرط لا يقع. طيب هذا أول شرط في وقوع الطلاق للمعلق، أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعده، فعكس المعدوم إيه؟ الموجود، فده هيبقى الطلاق ناجز. ها؟ طيب إن كان لا يمكن أن يوجد بعده لأنه مستحيل، أيضا هذا لغو. فإذا أول شرط أن يكون على أمر الطلاق المعلق، أن يكون معلقا على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد. ثانيا أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته. ثالثا أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه، إنما لو حصل الشرط تحقق تكون لسه على ذمته وزوجته. أما التعليق فهو قسمان، القسم الأول يقصد به ما يقصد من القسم، الطلاق المعلق على شرط أو المعلق قسمان، في قسم يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القسمي. التعليق القسمي، مثلا يقول لزوجتي إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت لا إيقاع الطلاق، يبقى ده تعليق قسمي، هو لا يريد طلاقا بالمرة وإنما يريد فقط إيه؟ حملها على عدم الخروج. القسم الثاني ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، وهذا هو التعليق الشرطي، مثل أن يقول لزوجته إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق، إن تنازلت عن مؤخر الصداق ولم تطالب به فهي طالق، فده تعليق شرطي فيقع الطلاق عند حصول هذا الشرط. هذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء، أما ابن حزم فيرى أنه غير واقع، لكن فصل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله فقال إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، اللي هو التعليق القسمي، طلاق معلق فيه معنى اليمين مراد به الحمل على الفعل أو الترك، فهذا إيه؟ تعليق قسمي. إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقال في الطلاق الشرطي إنه واقع عند حصول المعلق عليه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق 3 أنواع. الأول صيغة التنجيز والإرسال، كقوله أنت طالق، منجز أو ناجز في نفس الوقت مرسل، ما فيش أي قيد لا في المستقبل ولا معلق على شرط، فصيغة التنجيز والإرسال أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا. فالثاني صيغة تعليق، كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة، يبقى يمين كسائر الأيمان. الثالث صيغة تعليق، كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين،
حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء. وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، وإذا زنيت فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليها، فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط. أما ما يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء، فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم. وإن كان يمينا فليس لليمين إلا حكمان، إما أن تكون منعقدة فتكفر، وإما ألا تكون منعقدة مثل الحلف بالمخلوقات فلا تكفر، وإما أن تكون يمينا منعقدة محترمة غير مكفرة. فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم عليه دليل. ينتقل بعد ذلك إلى موضوع مهم جدا من أهم موضوعات الطلاق، وهو موضوع طلاق السنة وطلاق يعني البدعة. يقول طلاق السنة، يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع وهو الواقع طبقا لتعليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين: عدد الطلاق، ثانيا حال إيقاعه. فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة وهو الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: الطهر من غير جماع. وحكم طلاق السنة، أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في زمن الطهر. إذن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. أما طلاق السنة فهو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع الشريف، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقوبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقوبها رجعة، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إذا طلقتم يعني إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة، وإنما تستقبل مطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها. حكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة، فتطول عليها العدة لأن بقية الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها. وإن طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أم لم تحمل، فلا تدري بما تعتد، أتعتد بالإقراء أم بوضع الحمل. وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة لا بدعة.
وهذا هو يعني ظاهر الحديث كما يعني نرى. فالمنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.